أهلا وسهلا بكم. إذا نكمل الحديث عن طرق التحويل من نظام إلى آخر، تعرفنا في الدرس الأخير عن طريقة التحويل من النظام العشري للنظام الثماني. قلنا أننا نقوم بقسمة طريقة متوالية على العدد 8 الذي هو أساس النظام الثماني، وفي الأخير نكتب باقي القسمة من أسفل إلى أعلى كما هو هنا موضح في هذا المثال. إذا نأخذ نفس العدد الذي وصلنا إليه، هو 133 في النظام الثماني، ونرى كيفية تحويله للنظام العشري، أي أننا في هذا الدرس نقوم بالتحويل في الاتجاه المعاكس من النظام الثماني للنظام العشري، ونرى هل سنصل إلى العدد 91 أم لا. إذا نكتب كعنوان للدرس النظام الثماني، نحوله إلى النظام العشري. إذن أخذ نفس العدد الذي وصلنا إليه في الدرس السابق، وهو 130 في النظام الثماني كم يساوي في النظام العشري. طريقة التحويل هي أني أقوم بترقيم هذا العدد أو موضع كل وحدة أو عنصر من هذا العدد انطلاقا من اليمين إلى اليسار في هذا الاتجاه من الصفر، انطلاقا من الصفر 0 1 2، إذن في هذا الاتجاه، الذي هي 100، لما أدري لما كتبت 200. إذن 130 في نظام ثماني يساوي كم؟ الأساس الذي كان هو 8، أو أقوم بضرب العنصر 3 في الأساس الذي هو 8 أس الموقع 0 زائد العدد الثاني الرقم الثاني الذي هو 3 أيضا في الأساس أس موقع 1 زائد لدي العدد الأخير الرقم الأخير 1 في 8 بالقوة كم؟ 2. أقوم بالجمع فأحصل على 8 أس 1 8 1 في 3 هي 3 زائد 8 أس 1 8 في 3 24 زائد 8 أس 2 64 في 1 هي 64، فتكون النتيجة 4 زائد 4 8 زائد 3 11، احتفظ بواحد 6 زائد 2 8 و1 احتفاظ هي 91، وبالتالي أصل لنفس النتيجة في النظام العشري. 91 كانت هي نفس النتيجة التي انطلقنا منها في النظام العشري في المثال السابق كما رأينا في الدرس السابق. إذن طريقة هي أني أقوم بالترقيم انطلاقا من الصفر، وهنا أقوم بضرب كل عنصر انطلاقا من اليمين في 8 أس مكان كل عنصر 8 أس 0 8 أس 1 و 8 أس 2، ثم أقوم بالجمع لأحصل في الأخير على العدد في النظام العشري. في الدرس المقبل نتعرف على كيفية تحويل النظام العشري للنظام الست عشري، وبعده نرى عكسيا كيفية تحويل النظام الست عشري إلى النظام العشري. إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله. إلى اللقاء.